شخص كان يصلي واحد مرتد قال له اترك السجادة تركها وذهب يسأل ما حكم هذا الذي ترك السجادة؟ الجواب بمجرد أنه ما أخذها لا يكفر، يعني بمجرد ذلك قطع النظر عن شيء آخر لا يكفر. أما إن كان يظن أنه إن تركها هذا سيصلي صلاة يعتبرها صحيحة أو يعتقد أنه يتقرب إلى الله أو أنه يزداد أجرا، لا يجوز له أن يتركها مع قدرته على رفعها، لا يجوز له. كذلك إن قال له أعطني إبريقا للوضوء لا يجوز أن يعطيه، لا يجوز، لأنه على زعمه المرتد يريد طاعة بالوضوء ويريد الصلاة على زعمه بعدها، فلا يجوز إعانته على ذلك. بس في ناس اللي كانت مع أمها مرتدة بالبيت، اللي مع الوالد مرتد بالبيت، اللي مع حماتها مرتدة بالبيت، اللي بتعرفوا، وبيفوت بقى المواضيع اللي فيها مشقة شديدة إنه واحد يعيش أو يعاشر أو يكون معه بنفس العمل كل يوم 6 ساعات مثلا، وبصير كلام وبصير. فقلت لهم إنه يزعلوا، ممكن يزعلوا بس مطوعة بالكفر. في ناس يقولوا لي بيزعلوا، ما أنا وقت السجادة شو مفكرني نجس، ما بدك تعطيني السجادة لأصلي عليها؟ مبلش الشيطان يحركوا حتى يضيع. بيان حالي ما في سكوت، بده يزعل يزعل. شو بقول العوام عنا 60 وكذا ما في رجع. أنا المهم إني أسلم أنا. لا أقول السجادة مثلا. ما بعطيه. ما بعطيه. قالت لي وحدة بحطهم بالغسالة، بقول لها كلهم بالغسالة. لما كنا بالأردن في ناس سألوني إذا وحدة مرتبة ناولتها بطل الصلاة. تعرف شو قال لي الشيخ؟ قال لي ولا يجوز، وقال لي ولكنها لا تكفر لمجرد المناولة. ليش؟ لأنه قال الشيخ إن كان خطر لها عند المناولة أن تلك تتوهم أنها مسلمة أو أن صلاتها صحيحة كفرة، وإلا قال لي مجرد المناولة لا تكفر. فإذا بنى الشيخ الحكم على ماذا تظنين عند فعلك أنه أن المرتد سيظن في نفسه، من حيث نفسه يعني، ومن حيث ما يعمله من صور العبادات. الشخص الذي يسأله المرتد عن مسألة في الدين لا ليصل بها إلى الحق والدخول في الإسلام، المرتد لا يجاب عن أي مسألة يسأل عنها. قال لك قديش الزكاة، قديش أجرة الحج، قال لك كيف بيصلوا، وين جهة القبلة، وين مكان الوضوء، كيف بيستروا العورة للصلاة، ولا جواب بتجاوبه إلا أن يكون يسأل عن شيء يوصله إلى الدخول في الإسلام. يسأل هل يجوز إعطاء زكية للمرتد؟ الشخص المرتد في التعامل معه لا نعمل أي شيء يخشى أن يتوهم منه أنه مسلم أو أن له عبادة مقبولة صحيحة. أي عمل يخشى أن يتوهم منه المرتد أنه مسلم أو أن عبادته صحيحة لا يجوز أن يعمل معه هذا، فيوضع إن كان الذي يناوله يخشى أن يعتقد بنفسه أنه مسلم أو أن له صياما مقبولا أو صلاة مقبولة، إن كان يخشى لا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن نقول بمجرد أن ناوله الإمساكية مجرد ذلك لا يعتبر كفرا، لا يعتبر ردة فعل.